الحياة أقوى من الموت في اليمن، فرغم الحرب والقتل والكوليرا وكوارث أخرى، إلا أن نبض الأمل يهزم رصاص اليأس، حيث سجلت تقارير دولية ولادات جديدة في زمن الحرب. منظمة اليونيسف أكدت ولادة أكثر من 3 مليون طفل من مارس 2015. تقول المنظمة إن هؤلاء الأطفال ولدوا في ظروف مليئة بالعنف والنزوح والمرض والفقر. يرصد تقرير اليونيسف الذي حمل عنوان مولودة في زمن الحرب مقتل وإصابة أكثر من 5000 طفل جراء العنف، في الوقت الذي يحتاج فيه قرابة 11 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية. ويشير التقرير إلى عدم قدرة أكثر من نصف أطفال اليمن الحصول على مياه نقية وخدمات صحية ملائمة. يوثق التقرير إصابة أكثر من 1 مليون طفل بسوء التغذية، ومليون طفل آخر بالكوليرا وأوبئة أخرى، فيما يحرم 1 مليون طفل من المدرسة في وضع تسيطر فيه مجموعات مسلحة ونازحون على بعض المدارس، فضلا عن أكثر من 250 مدرسة دمرتها الحرب. بتقدير اليونيسف فإن الوضع الصحي في اليمن غير آمن على مستقبل الأطفال، فأكثر من نصف المرافق الصحية لا تعمل، وأقل من نصفها الآخر بدون مستحقات مالية. جيل بكامله مصر على الولادة في اليمن، جيل أطفال وفق اليونيسف يكابد تبعات الحرب المدمرة التي يخوضها الكبار. مواليد في زمن الحرب يحتاجون بشكل عاجل إلى حل سلمي يضع حد للعنف، ويضمن على الأقل وجودا آمنا للمياه والرعاية الصحية، ووصولا مستداما للمساعدات الإنسانية.